تتم الصلاة. نحمد الله ونسأله سبحانه وتعالى المزيد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن هم لأنعمه من الشاكرين ولآلائه من الذاكرين. وأحيي الحضور الكريم وأقول للجميع جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم ورفع قدركم وحقق مقاصدكم جميعا بما نتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى. وهذه جلسة ختامية، أولا أعتذر فيها عن كل تقصير كان في التنظيم أو الترتيب أو الإعداد أو غير ذلك. نحن اجتهدنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ونستصحب وحين الإعداد أنه قد فاتتنا أشياء وأشياء، لكن نظن أن الذي تحقق أيضا بحمد الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول، وهو سبحانه وتعالى يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. وأنا في هذه الجلسة سعيد جدا بهذا التعاون مع مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، ونرجو أن تصل تحياتنا للشيخ زكي يماني، ونسعد بحضور أستاذ صالح شهسواري والأستاذ محمد دنيدني دريوش، وهو ليس درويش حقيقة يعني، أو درويش، لا ليس درويش أبدا يعني، هذا الاسم هذا فيه تدليس. درويش قلوا علي أنا، هو شي حاجة أخرى. قلت نسعد بهذا التعاون مع مؤسسة الفرقان، والتي آثارها تدل عليها، هذا جزء من آثارها، المعرض الذي بمدخل القاعة، أعمال علمية رائدة ونوعية و جيدة وفي مجالات متعددة وفي فضاءات متعددة. أسأل الله سبحانه وتعالى لها وللقائمين عليها مزيد من التوفيق. ونستهل هذه الجلسة بكلمة من أستاذنا أستاذ صالح شهسواري، فليتفضل مشكورا مأجورا موفقا. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السادة العلماء، الحضور الكريم، الإخوة والأخوات، أجدني حقيقة نفسي في موقف صعب، يعني بين علماء أجلاء كبار هم أساتذتنا، وحيران فيما إذا سأقول كلمات، خائفا في أن أعكر كل ما قيل حتى الآن من كل هذه البحوث القيمة وهذه المداخلات الدقيقة، وكل ما اتحفون الأساتذة من علمهم الزاخر وكذلك الباحثون الكرام. لكن أجد نفسي كذلك، وأظن لابد، لا أدري إذا كان وقت، هل تحدد لي؟ أنت تحدد الوقت. طيب، سأحاول أن أكون يعني ألا أطيل عليكم. سأبدأ القصة بما أن هناك أفكار كثيرة طرحت ومناقشات كثيرة جرت، وأنا أظن وأكرر ما قاله أستاذنا الجليل الشيخ أحمد الريسوني، أن ربما من مقاصد ندوات كهذه هي التساؤلات التي تطرح والإشكاليات التي تطرح، فهي تكون مجال للبحوث القادمة بإذن الله تعالى. فأجد نفسي أن أبرر هذا التوفيق مع كل، ولو أنه ظهر يعني في بعض المناقشات لأنها يعني ربما قد في تعارض، بل حتى جرت هناك تساؤلات عن العنوان الذي أختير لهذه الدورة والندوة الكريمة. فأبدأ الحديث بقصة طريفة للجحا كذلك، يعني كان قاضيا، فيوما من الأيام سألته زوجته كيف تقضي بين الناس، كيف تبت بين القضايا المختلفة، فقال لها يعني تعالي معي يوما في المكتب فتريني ما يجري في المكتب من مناقشات. فإذا به تورط يعني في أمر، بحيث وجد نفسه في يوم من الأيام لما أتت زوجته في المكتب فهي اختفت يعني وراء الستار، فوجد نفسه أمام قضية عويصة عسيرة يعني، فجاء واحد يعني يثبت لأنه مظلوم وكذا، فلم يجد جواب، فقال له أنك محق. فقال للطرف الثاني تحدث، فهو تحدث وأبدى ما لديه،
فوجد نفسه لا يجد الجواب أو أن يبت في الأمر، فقال أنت محق كذلك. فإذا بزوجته لم تصبر فخرجت من وراي ستار، فقال إذن فمن المحق من بين الاثنين؟ فقال أنت محقة كذلك. فعلى كل إن انتهت القضية. فأنا أظن يعني حقيقة، وهذه يعني طبعا طرفة، أنا أظن في هذه الندوة فعلا كل المداخلات وكل ما جرى من تساؤلات كلهم محقين. وطبيعة هذه الندوات كما ذكرنا، وبالإضافة إلى ذلك العنوان عنوان عام وشاسع، وهذا ما يرتئينا لهذه الدورة ربما أن تنتهي إليه بهذه التساؤلات، لكي كما ذكرنا في الجلسة الافتتاحية لكي تفتح آفاقا جديدة للباحثين، وإلا ما ضرورة وما حاجة وجود باحثين وأساتذة وكذلك يتباحثوا في هذه الأمور التي لم يتم التطرق إليها من قبل. أذكر ثلاثة أسباب بعجالة لاختيار هذا العنوان. السبب الأول، وهذه من هذا من موقفي يعني كممثل لجهة منظمة لهذه الدورة، ارتئينا لهذه الدورة أن تكون لها عنوان ربما عام كما ترونه، مقاصد القرآن الكريم، منطلقين طبعا مع الشركاء الآخرين الذين نظموا هذه الدورة. كما ذكر في الجلسة الافتتاحية، هذا الموضوع، موضوع مقاصد القرآن الكريم، ربما لم ينل أو لم يعطى له حقه الذي يستحقه. هذا من طرف. من طرف آخر، كما يقال، الشرف المتعلق بشرف المتعلق، فهذا يضفي يعني أهمية أخرى لكل هذه المواضيع التي طرحت خلال الندوة. وأردنا قبل كل شيء، هذا بعضه ينطوي ضمن السبب الأول، أننا أردنا أن نرجع إلى الأصل أو إلى الرافد الأساسي، ألا وهو القرآن، إذ اعترفنا جميعا في بداية الندوة أن موضوع مقاصد الشريعة تم حتى الآن، هناك أعمال كثيرة كتبت وبحثت في مجال مقاصد الشريعة كالتشريع، وربما هذا الجانب من مقاصد القرآن أو ما نسميها بالمقاصد الكلية للإسلام ككل ربما أهملت إلى حد ما. فهذا هو كان السبب الأساسي في اختيار هذا الموضوع. السبب الثاني، وكما تعرفون، العلوم بشكل عام، سواء العلوم كما هي معروفة في الغرب والعلوم كما هي معروفة في العالم الإسلامي، ومنها ما نسميها علوم شرعية وإسلامية، ومنها ما نسميها بالعلوم الدينية، وهناك علماء من أخذوا نحو أن كل العلوم هي علوم إسلامية، كالمؤلف في كتاب المشهور قانون العلوم في الإسلام، إذا ذكر كل العلوم أنها كلها إسلامية. العلوم لما ظهرت في أول مرة ظهرت كوحدة متكاملة، لأن العلوم لم تكن متفرعة بهذا الشكل، يعني كانت وحدة. وفي كما تعرفون في اليونان القديم كانت عبارة عن الفلسفة، فالفلسفة هي التي تعبر عن الفلك وعن الرياضيات وعن علوم الاجتماع وما إلى ذلك. ما تفرع المعرفة وتفرع العلوم أصبح نوع من التفرقة ونوع من الشتات حقيقة، يعني كل علم اختص بنفسه. فحتى في أوروبا يعني قبل سنوات يجري الحديث عن إعادة أو ما يسمى بنظرية النظم، إعادة النظر بحيث تكون البحوث ما تسمى ببحوث متعددة التخصصات، بحيث تجمع المبادئ الأساسية والقواعد الأساسية لكل علم وتخرج بنظرية نظم تكون صالحة للتطبيق لمواصلة العمل في كل العلوم، وفي نفس الوقت ترفد العلوم المختلفة بهذه المبادئ. أضيف إلى ذلك السبب الثالث، هو أن كذلك في لأن جرى الحديث أن في أوروبا هناك يعني تفرعت العلوم، ويعني الكلام عن فلسفة العلوم والنظريات المختلفة التي، لكن هناك في دعوة يعني بدأ قبل سنوات كذلك، هناك دعوة ملحة و
صارحة بإعادة تشكيل ما يسمى بفلسفة العلوم في الغرب على الأقل، هذا أقصده، لا أقصده في العالم الإسلامي بل في الغرب، لسبب بسيط ألا وهو أن العلوم بعد هذا التخصص أخذت منحة أحيانا انتهى بها المطاف إلى يعني خلق وإلى إبداع أمور ربما قد تضر بالإنسانية وبالسبب الأساسي الذي تشكلت من أجله العلوم عموما. فبدأ الحديث عن ضرورة الطرح الفلسفي للعلوم والمبادئ السامية وإلى ما يجب أن تدعو وتنتهي إليه هذه العلوم. هذا من جانب. أعود فأقول السبب الأساسي في ندبتنا هذه كانت أننا نعيد، لا أقول نعيد النظر بل نمعن النظر في المبادئ أو المقاصد الكلية للقرآن الكريم. والقرآن الكريم ككتاب جامع ونافع لكل المعرفة الإنسانية، ربما هي لا تحيط بكل التفاصيل لكن تعطي إشارات لكل جوانب من جوانب النشاط الإنساني، بحيث تكون مبادئ ترشد كل هذه العلوم. هذا من منطلق. المنطلق الثاني وهذا جزء في طرفنا فيما نحن فيه كذلك، هو أن العلوم الإسلامية كذلك تفرعت قبل عقود وقبل قرون، وهي لا تزال في طور التطوير والتفرع، وكل يوم ربما يولد علم جديد كما تولد ربما في العقود الأخيرة علم المقاصد، وقد بشر بذلك أستاذنا الكبير الشيخ الريسوني من الولادة الكامنة إلى الولادة الكاملة لعلم مقاصد الشريعة. فربما أقول يعني ربما بين قوسين، قد نحن لسنا بحاجة طبعا، والعلوم الإسلامية والعلوم يعني لن تؤدي إلى أي ضرر بالإنسانية، لكن علينا أن نعترف بأمر ربما نحن نتحدث كل يوم لكن ربما لم نأخذ هذا المنحة. وأنا يعني أعجبني ما ذكره الدكتور الريسوني في أننا بحاجة إلى تقسيط كل العلوم، وأشار إليها بأكثر تفصيل دكتور بيومي غاني إلى أننا بحاجة إلى تقسيط حتى العلوم الاجتماعية حقيقة، بل نحن ربما بأمس الحاجة لتقسيط العلوم الاجتماعية والإنسانية مما ربما للعلوم، لأن الضرر والمخاطر تأتينا من تلك العلوم. وكما تعرفون المناهج التدريسية الموجودة في الجامعات الإسلامية وفي الكليات يعني أغلب العلوم الأخرى ما عدا الإسلامية هي علوم مستوردة، ونحن وللأسف الشديد نحن مستهلكين، فلا بد من نظرة. وهنا يأتي كذلك حاجة ما طلب به الدكتور البيومي، ليس الاجتهاد كفريق يعني، لكن البحوث المختلفة التي تعد ضمن فريق عمل، وهي طبعا هذه ربما تكون خطوة أولى لكي نصل إلى يعني جرت هناك دعوات ب تفعيل هذه المقاصد في التشريع وكذا، لكن هذه الأمور لا تأتي يعني عبثا، هي تحتاج إلى خطوات فرق عمل، وتحتاج إلى مختبرات فكر، وتحتاج إلى عصف ذهني، وربما هذه الندوة قد تساهم بإذن الله تعالى في هذا المجال. إذن هذه هي الأسباب الثلاثة التي ربما جعلتنا أن نرجع إلى هذا العنوان العام. وأنا لا أظن أن هناك في تعارض فيما ذكر، هل كيف نجد الفرق الدقيق ما بين مقاصد الشريعة أو التشريع ومقاصد القرآن، إذ لا تعارض يعني، التوفيق ممكن جدا يعني بين كل هذه الأمور، بحيث نخرج كما ذكرنا بمبادئ كلية ترفيدنا وتنفعنا في العلوم كلها، ضمنها العلوم الإسلامية لا شك يعني من فقه ووصول، لكن نحن على الأقل في مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، وطبعا هذا فضل العلماء الذين شاركونا وساعدونا في هذا المجال. يعني من بين الخطط التي وضعت لهذا المركز هو التركيز ليس فقط على
مقاصد الشريعة بمعنى العلوم الإسلامية البحتة، يعني الفقه والأصول والتفسير وما إلى ذلك، بل تفعيل هذه المقاصد في العلوم الاجتماعية والإنسانية والقانونية وما إلى ذلك. ونحن أزعم أننا قطعنا شوطا في هذا الاتجاه، يعني شوطا متواضعا حقيقة، ونسعى بإذن الله تعالى يعني من خلال ندوات كهذه وملتقيات كهذه فكرية إن شاء الله نفتح آفاق جديدة. فأظن كي أختم الكلمة ولا أطيل عليكم، أظن أن الأفكار التي طرحت كانت مفيدة، وأنا لا يسعني في نهاية هذه الكلمة أن أشكر وأن أجدد شكري لكل العلماء الأجلاء الذين شاركونا في هذه الندوة، الأساتذة الكرام الذين تحفونا فعلا بعلمهم وارشدونا، وكما أشكر كل الباحثين الأساتذة الكرام، كل المشاركين الذين شاركوا وأضافوا وأفادوا بأسئلتهم وتساؤلاتهم وإشكالاتهم. وأظن ربما التوصيات تتضمن جزء على الأقل مجمل ما قيل في هذا المجال، ومن ثم تفتح آفاق جديدة إن شاء الله لندوات قادمة ولملتقيات قادمة، ولا نزعم أننا الوحيدين الذين نشتغل في هذه الساحة، يعني هناك مؤسسات كثيرة، فكل ما نسأله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. كما أشكر كل من اللجنة المنظمة الذين ساهروا حقيقة، وأنا شعرت دكتور مولاي ذكر لي في لحظة من اللحظات أنهم فعلا يعني افتقدوا كثير من المحاضرات ولم يستطيعوا أن يتابعوها، لكن أبشرهم أن هناك إن شاء الله ستكون المحاضرات المسجلة بإذن الله تعالى ستكون على اليوتيوب بعد تنقيتها وترتيبها. فجزاكم الله كل خير، وبارك الله فيكم وبارك في جهودكم، ونستسمحكم عذرا عن أي تقصير في أي من المجالات، ونتمنى إن شاء الله نلتقي في ملتقيات فكرية أخرى وندوات ودورات بإذن الله تعالى. ولا أنسى في النهاية كذلك أن نشكر الجهات الأخرى التي شاركتنا في، ونحن فعلا تشرفنا بهذا التعاون المثمر والذي إن شاء الله سنواصله مع مركز المقاصد للدراسات والبحوث، وكذلك كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط. شرفنا بهذا التعاون وبهذا التنسيق، فالشكر الجزيل لكم جميعا، وأجدد شكري للجنة المنظمة وعلى رأسها مدير هذه اللجنة الدكتور مولاي، وكذلك أخي الأستاذ محمد دريويش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا الأستاذ صالح على الذي تفضل به، وفعلا يعني مؤسسة الفرقان رائدة، ومركز مقاصد دراسة مقاصد الشريعة يعني رائد في هذا المجال، ونسأل الله سبحانه وتعالى له مزيد من التوفيق. الآن أعطي الكلمة أيضا إلى الجهة المحتضنة لهذا النشاط والراعية له، وهي كلية الآداب شعبة الدراسات الإسلامية الرباط، ويعني يلقي الكلمة باسم الكلية والشعبة والأساتذة والطلبة والجامعة أستاذ جمال سعيدي، فهو ينوب عن الجميع، نسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق وهو أهل لذلك، الجمال اسم ومسمى. تفضل أستاذ بتركيز أستاذ شديد. الدورة العلمية المباركة أن أجدد مرة أخرى القول بأنني أتشرف، وإن كنت لا أدعي هذا الشرف، بأن أتكلم باسم الكلية والشعبة وأساتذتها وطلبتها. ولكن ماذا أقول أمام هذا الدرويش؟ هو درويش لا تدريوش، ولكن هو درويش. فأقول في ختامي، نعم الله يحفظك، ليس لدي ما أقول إلا الشكر الجزيل
للجهات المنظمة لهذه الدورة العلمية، وهي مركز المقاصد للبحوث والدراسات الإسلامية بلندن، ومركز مركز الفرقان أو مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لأن أرتجل لأن كلمة غير محضرة وغير مهيئة وغير مبرمجة. فأقول شكرا للمؤسسة وشكرا للمركز وشكرا للكلية التي دعمتنا وشكرا للجامعة أيضا التي أدخلناها على الخط في آخر لحظة، فوجدنا منها بفضل الله تبارك وتعالى كل ما نريده. فالشكر كذلك للسادة العلماء الأفاضل والسادة الأساتذة الكرام من داخل المغرب وخارجه على ما قدموه من عروض وعلى مداخلاتهم وتعقيباتهم ومناقشاتهم. كذلك أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى كافة طلبتنا في الدراسات العليا الإسلامية على حضورهم وعلى مشاركتهم الفعالة في إثراء هذا النقاش، وكما نسمع ونقول التباحث زيد والتثاقف. اليوم سأخرج مصطلحا جديدا استقيته واصطدته من كلمة التقصيد التي أدخلت في أذني شيئا، فلذلك سأقول لكم أنا اليوم الحمد لله على هذا التقاصد. فإذا كنا في نهاية هذه الدورة العلمية فعلينا أن نعتبرها بهذا التقاصد أنها بداية إن شاء الله تعالى لمزيد من البحث في هذا. كذلك لا أنسى أن أشكر اللجنة المنظمة وعلى رأسها فضيلة الدكتور مولاي عمر بن حماد، كل جنود الخفاء من الشباب من الأساتذة الذين هم خلف الستار وخلف الكواليس. كذلك نشكر التغطية الإعلامية الحاضرة معنا الرسمية والخاصة، ولا ننسى أيضا أصحاب الدار وأصحاب الأوطيل الذين أكرمونا واستضافونا وهيئوا لنا كل وخذك شي مؤدا عنه، ولكن أحيانا الأداء وخصوصا في هذا الوقت يكون بشكل أكبر. فنشكر الجميع ونتمنى إن شاء الله تعالى أن يتجدد مثل هذا اللقاء بشكل أحسن وفي وقت أحسن وفي مكان أحسن وبعمل إن شاء الله تعالى أحسن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا الأستاذ جمال، فعلا نحن نتوجه بالشكر للجميع وبلا استثناء وبالاعتذار للجميع أيضا وبلا استثناء. الآن مع كلمة أستاذ أحمد الريسوني عن مركز المقاصد الدراسية والبحوث، قد طلبت منه أن يقولها وقوفا حتى لا يطيل. بسم الله الحمد لله. طبعا هذه الدورة الثانية من نوعها، الذي أريد أن أقوله أننا نحرص، إذا لا ندري الآن هل أنجزنا دورة مثل فاس أو أفضل قليلا، ولكن العزم معقود على أننا نطور هذا العمل، نتلافى ثغراته وسلبياته ونقوي إيجابياته، وهذا طبعا بتعاون الجميع واقتراحاتكم، ونحن نحس بعض الثغرات التي سنتداركها إن شاء الله في دوراتنا المقبلة. فكذلك هذه الدورة كما تلاحظون نحن في نيتنا أن تكون دورة متنقلة، هذا وعدنا به في الدورة الأولى في فاس، وها نحن اليوم في الرباط، والدورة المقبلة سننظر ونتدارس العروض أو الاحتمالات الممكنة لتكون في مدينة أخرى ونقترب من جامعة أخرى إن شاء الله. طبعا هذه دورة كسابقتها العمل فيها يتركز على أفراد قلائل، يعني طبعا الذين يسهمون ربما كثيرون، لكن دائما هناك الركن الثابت اللي هو السي محمد الدريوش، وهناك الركن المتغير وهو مدير الدورة. في السنة الماضية كان السي عمر جديا حفظه الله، والسنة السي مولاي عمر،
الذي شكر الجميع ونحن جميعا نشكره، هو شكر الجميع والجميع يشكرونه. أما السي محمد الدريوش الركن الدائم في هذه الدورات، فيكفي أن نلاحظ أنه لكثرة عمله وحرصه على العمل لا يتكلم، يدخر جهد الكلام للعمل، فلم نكد نسمع منه شيئا لا في المنصة ولا في غيرها، لكن أثره نراه في كل لحظة وفي كل دقيقة، جزاه الله خيرا. ومعه أخونا الجليل سعادة المدير التنفيذي للمؤسسة الأستاذ صالح شهسواري حفظه الله، وقد استمعتم إليه وإلى أفكاره وأيضا إلى لغته العربية الجيدة رغم أنه ليس عربيا، فتعرفنا على هذا النموذج الفذ كذلك في العمل وفي التضحية وفي التواضع. فيعني أكتفي بهذا القدر، نحمد الله تعالى ونضرب موعدا للسنة المقبلة إن شاء الله، والله المستعان، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزا الله خيرا شيخنا الأستاذ أحمد على الذي تفضل به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المركز. ومن أهم أعماله تقرير الحالة العلمية الإسلامية بالمغرب، بالإضافة إلى جملة منشورات الآن صار بحمد الله. ثم هو حاجب للمعنى، ليس معنى ذلك أنه لا يتصل بالمعنى، بل اللباس متلبس بالمعنى، ولو قدر لللفظ أو الظاهر أن يكون غير متلبس بالمعنى لكان ذلك جاريا في عدم تلبس الثياب بالبدن، وهو ما يعرف في الفقه الإسلامي بوضع غير سوي وغير فطري وغير نقي. على كل هذه ما تحسبوهاش عليه في الوقت إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسندت إلي كلمة الضيوف، فأشكر الإخوة على هذا الإسناد، وأيضا أعتذر من الإخوة الضيوف الكرام، وعنا مثل شعبي أنه الضيف في تونس اللي زار يخفف واللي شاح يلبس، فالأصل في كلمة الضيوف التخفيف، ولا سيما في أواخر الضيافة في أواخر المقام إن شاء الله. نحن إخواني أخواتي في هذه الخاتمة التي نحسب أنها مظنة الصلاح، تشوفا منا جميعا إلى حسن الخاتمة وإلى انتظار القبول من الله عز وجل، والقبول هو ثمرة الصحة، والصحة هي مظنة الجهد والتمثل، موضع التكليف والمعاناة في هذا التكليف، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نحن في هذا الختام المبارك نتوج أياما عشناها في مدينة الرباط بدلالة لغوية واصطلاحية في رباط علمي تحقيقي وتحريري، وفي رباط نفسي ووجداني، وفي رباط حبسنا فيه أنفسنا في هذه المدينة بتاريخها وحضارتها ونخبة أهلها وروعة أدائها ورمزية موقعها. فنحن في هذا الصدد إخواني أخواتي نتلمس القبول من الله عز وجل، إنما يتقبل الله من المتقين، ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن ينطبق عليهم قوله إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ربنا تعالى في هذه الآية قال إنا نحن نحيي الموتى، فالآية وإن جاءت في سياق موت إلا أنها للحياة، حياة الآثار المقدمة في وقت أدائها قبل وفاة أصحابها، والمقدمة بعد وفاتهم عندما يسبقون أو عندما تسبقهم هذه الأعمال أثناء حياتهم لتكون لهم مدخرا يوم القيامة. ماذا أقول عن هذا الختام؟ هذا الختام إخواني تتويج لرمزية بديعة، وهي تتعلق بضرب آخر من ضرب الإعجاز القرآني في جانب المقاصد.
كأن القرآن ينزل هذه اللحظات لا يخلق من كثرة الرد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. آفاقنا البحثية والجدلية الفسيحة بعبارة رشيقة لأستاذنا شيخنا أحمد الريسوني، نسبها إلى شيخنا محمد الطاهر بن عاشور في رمزية أخرى استمرار السند العلمي. فنحسب أن أعمالنا في هذه الدورة إنما هي سند علمي موثوق وتعميق لجزء من التدوين وضرب من ضروب الذاكرة. قيل لي قبل قليل ونحن نشرب القهوة، وإن كنت شربت قهوة بلا مرطبات وبلا مأكولات لأنني وصلت على نهايتها، وما دام أن المقام مقام نهاية وختام فأحيانا تدرك الأمور على خلاف أهواء أصحابها، نسأل الله أن يكون هذا في الدنيا ليس في الآخرة. قيل لي ونحن نأخذ صورا ونسجل ذكريات، أحد الإخوة قال سيشهد التاريخ يوما أن صورنا هذه جزء من الذاكرة وعمق في المعرفة وسند موصول. ربنا سبحانه وتعالى سيرينا أعمالنا يوم القيامة، هكذا نفهم خواتيم الأمور. إخواني لا أطيل، نحن في هذه الدورة التي هي دورة ثانية لدورة أولى عقدت في مدينة فاس، كنا وقتها متهيبين في جانب من عنوان تلك الدورة. نحن نحسب أن دورتنا هذه إنما أسست لنوع من التجاوز للتهيب والتجاوز أيضا للتسيب في مسار معرفي وفي انطلاقة قوية. كنا قلنا بأنها ستشكل إضافة نوعية وستؤسس للمرجعية المقاصدية وستحدث ما أسميناه جميعا إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل سنة من يجدد لها دينها. ونحسب أن المقاصد من الدين وما ينطبق على عموم الدين ينطبق على كل مفرداته بما في ذلك مفردة المقاصد. دورتنا القادمة إن شاء الله تعالى وهي الدورة الثالثة، وهي من السنة أن نصل إلى الثالثة، ومن الثالث أيضا الختام، ونحن اليوم في الوسط، والوسط إن شاء الله يكتمل بطرفيه. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتون قانتين، هذا دليل إصغاء ومتابعة الحمد لله. ليس من الاختبار، لا يجوز الاختبار بسوق القرآن بالمعنى. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. كل هذه الآية قيل بأنها تعنى بجميع المسلمين على تفاوت أعمالهم، لكن في هؤلاء المسلمين من هم أولو قصد وهم أصحاب المقاصد، ذكروا في الوسط في المبنى في وسط في المعنى. فنحن حري بنا إخواني أخواتي أن نرتقي بهذا المبحث المقاصدي في درسه وفي اجتهاده وفي إعماله وفي كل ذلك، في كل ما يترتب على ذلك من أداء ومهام ومسارات وخلفيات، لابد أن نرتقي بهذا الواجب المقاصدي الذي نعده واجب وقت، هذا بالنظر إلى الدين وبالنظر إلى الواقع. دورتنا القادمة إن شاء الله تعالى ربما ستؤسس إلى أفق جديد في المقاصد من جهة استكمال بعض المجالات المهمة كمجال القصة أو مجال النفس، مجال القصة القصص يعني، مجال النفس، مجال التنمية، الحضارة إلى آخره، ثم نركز على بعض التطبيقات. أخيرا في دقيقة واحدة، لابد من الشكر لكل الإخوة، مؤسسات وهيئات وشخصيات، مؤسسة الفرقاء للتراث الإسلامي بلندن ومركز دراسات المقاصد في لندن، وكذلك مركز المقاصد للدراسات والبحوث بالرباط، وكذلك كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم شعبة، احنا عندنا في شعبة في تونس غير الشعبة العلمية هنا، الحمد لله أننا في شعبة علمية محررة ومحققة، شعبة الدراسات الإسلامية. أخص بالذكر أحد الأعلام شيخ أحمد زكي يماني،
الذي نسأل الله له دعائين اثنين، الدعاء الأول أن يعافيه الله، والدعاء الثاني أن يرحم الله والدته. نحن نعلم عن الشيخ أحمد أنه محب لأمي حبا عظيما، فأفضل هدية نقدمها إليه أن نترحم على والدته وعلى والده وعلى كل المسلمين. ثم الشكر موصول للأستاذ صالح شهسواري المدير التنفيذي على أعماله وأعبائه، وأيضا أخيه محمد بكل الروايات التي قيد بها اسمه من دريوش ودرويش وغير ذلك مما ذكر. فالأخ محمد هو متعدد العمل والعطاء بتعدد اسمه، وكل اسم له نصيب في المسمى. الدكتور أيضا أخ العزيز مولاي عمر بجلابته الجميلة التي أيضا ساترة للبدن حاجبة للمعنى. وشكر للدكتور أحمد الريسوني، هو شيخنا وأستاذنا، نحن تعلمنا منه شيء الكثير. واسمحوا لي فقط أن أشكر شيخين آخرين وهما ضيفان، يجوز للضيف أن يشكر ضيفا. الضيف الأول الدكتور عبد المجيد النجار وهو شيخنا وأستاذنا، نشكره على علمه وعلى مقاصديته وعلى إنتاجه. وأيضا نشكر الأستاذ محمد سليم العوة على علمه وعلى حقيته ونضاليته. وكل من حضر معنا هو مشكور على حضوره وعلى جهده. اسمحوا لنا هذه طالة، أن نسأل الله القبول والرضا وأن يديم لقاءاتنا واجتماعاتنا وأن يجمعنا في رضوانه وفي جنانه، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ولا أنسى الطلبة والطالبات رصيد هذه الأمة وباحثوا هذه المقاصد، نرجوهم الحضور والتكثيف والاستمرار في الملازمة والمتابعة. جزاهم الله خيرا، كل الأخوة الإعلاميين المنظمين أصحاب هذا الفندق، كل الذي حضر، نسأل الله لهم التوفيق والتسديد. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خيرا أستاذ خالد، وأنا أشكرك على لباسك الساتر للبدن غير الحاجب للمعنى. وأنا أطلب من الأخ خالد البختي وأعد قصيدة من وحي هذه الدورة نسمعها منه. يتفضل أستاذ خالد. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هذه أبيات نظمتها هذا الصباح، وأسمح للسادة العلماء والأدباء، إن تجاسرت على مقام الشعر فأنا لست بشاعر. رعى الله جمعا لنا قد وعى دورة علمية تحتوي العجبة، فهذه دورات لها وزنها، وتلك دورة تجتبى. أساتذة قدموا فشرفوا جمعنا، مجيبين دعوة من رغبا، أتونا بأجود ما ابتكروا من البحوث لبوا به المطلبا. ولو دونت لها كل الدورات أدحت لنا منهلا ومعربا، يستفسره من به ظمأ يريد التروي لكي ينجبا. وأسعد بلجنة منظمة خططت لدورة المقاصد ما تراه صوابا، وأعضاء مؤسسة الفرقان والمقاصد من هم بإرهاقهم شرفوا المكتبة. أحمد ومحمد وإبراهيم وصالح من أسماء الأنبياء بهم مجد قد أطنبا، وإن ذكر المدح ألفيته تقمصا بالمدح دون عتابا. فدورتنا هذه دورة مقاصد تصير الأمثال لها مضربا، نباهي بها عالم الدورات تغدو عروضها معجبا. ومن كثر ما زادها بهجة تقام بالرباط نعم الربا، فيشرح صدره وأزهاره تنادي رياحنها مرحبا. فبارك لنا الله في جمعنا، ويا رب لنا كن مجيبا. أدعو الآن الأستاذ الدكتور محمد قجوي لإلقاء الكلمة باسم الأساتذة من داخل المغرب الذين ساهموا في هذه الدورة، راجيا منه التركيز. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، له الحمد حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا،
أيها الفضلاء من العلماء والمفكرين والأساتذة والباحثين ذكورا وإناثا، نحن في نعمة عظيمة من الله عز وجل. لقد اجتبانا الله عز وجل لكي ننبش في هذا العلم الذي كان ضامرا خفيا في بطون المصادر وفي بطون الكتب المتنوعة في علومها وتخصصاتها، ولكن الله عز وجل اختار هذه النخبة أن تسجل هذا الحدث. لقد قضينا أيها الإخوة الفضلاء 3 أيام كاملة بنعمة الله عز وجل في دراسة هذا العلم في ظلال القرآن، نتفيأ من ظلاله ومن علومه المتنوعة، نطرق باب هذا العلم الدقيق من قضايا القرآن الكريم وموضوعاته، ليس موضوعا عاديا أيها الأحبة، إنه موضوع مقاصد القرآن، وهو موضوع في غاية الأهمية. عندما نفكر فيه أيها الأحبة أستحضر كلمة كثيرا ما أذكرها في مجالس المناقشات أوجه بها طلبتنا من الباحثين، أقول لهم إن تاريخ الدراسات الإسلامية والتصنيف في الدراسات الإسلامية قد مر بمرحلة معينة كان الحديث فيها في عموميات الإسلام، لأن هذه المرحلة استوجبت فعلا هذا النوع من الدراسة، عندما كان الفكر الاستشراقي يغزو فكر الأمة، كان المفكرون والعلماء من الأمة يتحدثون في عموميات هذا الإسلام، الإسلام والعلم، الإسلام والاقتصاد، الإنسان في القرآن، المرأة في القرآن، ولكنها كلها دراسات عامة لا يمكن أن نخرج منها بنتيجة عملية قابلة للتنفيذ. ولكن هل نلومها؟ لا، لا نلومها، لأن الساعة فعلا كانت تدعو إلى أن ينبه علماء الأمة على أن هذا القرآن العظيم فيه قضايا عظيمة جليلة ولكن تحتاج إلى بحث. اليوم أيها الإخوة ارتقى البحث في الدراسات الإسلامية إلى أمور أدق، تحتاج من الباحثين أن يتحدثوا في أمور دقيقة صالحة للبناء عليها، لا أن نبقى في عموميات معاني القرآن ولا عموميات الوحي. وأعتقد أن البحث في مقاصد القرآن هو من هذا النوع ومن هذا الطراز من البحوث، لأننا في هذه الأيام 3 تكلمنا في جانب مهم يتعلق بقضيتين رئيستين عظيمتين. أولا موضوع المقاصد في القرآن، وقد رأيتم كم اختلفت فيه الآراء وكم أثار من نقاشات وإشكالات علمية واستفسارات علمية. وجانب آخر هو العناية بمقاصد القرآن باعتباره أصلا دقيقا عظيما من أصول التفسير. لا يمكن أن يتصور التفسير أيها الإخوة تفسيرا صحيحا بدون أصول علمية. وهنا أذكر بما كنا نتحدث فيه من قضية الضوابط وقضية القواعد. العلماء أيها الأحبة قالوا أصول التفسير منزلتها من القرآن كمنزلة علم النحو من اللغة العربية، فعلم النحو علم وميزان يضبط الكلام من اللحن ومعيار نزل به الكلام، فنقول هذا كلام صحيح وهذا كلام فيه لحن. كذلك أصول التفسير هي مفاتيح للفهم، لا يمكن أن نفتح كنوز القرآن الكريم بدون هذه المفاتيح.
هذا العلم هو ميزان نزن به فهوم المفسرين السابقين، فنقول هذا تفسير صحيح لأنه اعتمد هذه الأصول، وهذا تفسير خاطئ لأنه خرج عن هذه الأصول ولم يعتمدها. وأعتقد أن مقاصد القرآن واعتماد مقاصد القرآن أصل عظيم من أصول التفسير. إن كانت نتيجة هذا اللقاء هو تحصيل هذه الفائدة فنعم الفائدة. أقول ليس من الضروري أن نكون قد اتفقنا على كل ما راج من الأفكار في هذا اللقاء. صحيح أننا قد خرجنا بأسئلة واستفسارات لم نجد لها جوابا في لقائنا، ولم يكن من المفترض أن نجد لها أجوبة هنا، ولكن حسبنا أننا فتحنا أوراشا علمية عظيمة. حسبنا أن هذه الدورة أثارت أفكارا وقضايا ومباحث علمية ستنضج بحوثا علمية دقيقة في المستقبل القريب، عاشها الأساتذة والمفكرون والعلماء الباحثون، وعاشها معنا طلبتنا الباحثون. أنا في كل يوم أذهب إلى البيت إلا وتثير عندي كل المداخلات وكل الأسئلة التي أثيرت في هذا اللقاء جملة من القضايا التي أقول هذه لابد أن أبحث فيها، هذه لابد أن أبحث فيها. وأعتقد أن هذا إحساس عام عند الجميع، وهذه فائدة عظيمة جليلة. أيها الإخوة الفضلاء، حتى لا أطيل عليكم، أشكر الزملاء، المؤسسات العلمية الراعية، مؤسسة الفرقان للتراث، ومركز أيضا المقاصد، وكلية الأداب. أشكر الإخوة المنظمين الذين دبروا هذه الجلسات وحرصوا على نجاحها. أشكر الجنود، جنود الخفاء الذين لم نسمعهم ولم نرهم، ولكن كانوا يسعون بين أيدينا وبين ظهرانينا لخدمة هذه المجالس وخدمة هذه الدورات. نشكرهم جميعا على عملهم وعلى جهدهم، وأن يتقبل الله تعالى منهم. وأشكر باسم الأساتذة المغاربة جميع الحاضرين من الأساتذة والمفكرين. نشكر إخواننا وضيوفنا الذين أتحفونا بعلومهم وبأفكارهم، ونشكر جميع المشاركين في هذه الدورات سواء كانوا أصحاب عروض أو تعقيبات أو مناقشات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع وأن يجعل هذا العمل ذخرا لنا يوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أستاذ محمد قجوي. هذه الأسئلة وهذه المواضيع التي تحتاج إلى البحث المعول بعد الله سبحانه وتعالى على طلبتنا الباحثين لتطوير النظر فيها، متعاونين مسترشدين بآراء أساتذتهم، ولكن لنقلها التعويل الأساسي هو على الطلبة الباحثين وباسمهم. نعطي الكلمة لطالبة الباحثة جميلة لود لإلقاء كلمة باسم الطلبة، فلتفضل. مشكورة موفقة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق وحبيب الحق وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. ربما الكلمة الحقيقية قالها زميلي الباحث خالد البختي نظما، وها أنا ذا أقولها نثرا، ولا أعرف يعني أصعب شيء أن تتكلم باسم جمع غفير من الطلبة الباحثين الذين ينتمون لمختلف الجامعات والمؤسسات العلمية، فاعذروني إن قصرت. أولا يعني أحب أن أشكر شكرا لا نفاد لا للجنة المنظمة، بدءا بمركز الدراسات
مركز مقاصد للدراسات والبحوث في شخص فضيلة الأستاذ العلامة الشيخ أحمد الريسوني حفظكم الله. وكذلك الشكر لمدير الدورة فضيلة الأستاذ الدكتور مولاي عمر بن حماد على جهده الكبير من أجل إنجاح وإنضاج أعمال هذه الدورة. ثم الشكر الجزيل لمركز مقاصد ومؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي في شخص الأستاذ صالح شاسواري حفظكم الله. ثم الأستاذ الدرويش محمد دريوش. وشهادة لله، يعني ما عهدناه إلا طيبا متعاونا، وربما لولا هذا الحزم ما كان نجاح الدورات ليكون بهذا الشكل. ومعلوم للدارسين في علم الإدارة أن الحزم ركن أساسي من أركان النجاح والفلاح. وحسبكم التنويه الذي قاله في حقكم فضيلة الأستاذ أحمد الريسوني أنكم الثابت، والثابت ركن، والركن يستند إليه غيره ولا يستند إلى غيره. فهنيئا لكم فضيلة الأستاذ. كذلك أولا يعني أحب أن أنقل فقط بعض أمور. الحمد لله نحن الآن في دورة هي في العمق تطبق فريضة التدبر القرآني، ومعلوم أن هذه من الفرائض للأسف المنسية بالشكل المعرفي والعلمي. وها نحن اليوم بفضل الله عز وجل برباط الخير بهذه المدينة العلمية الجميلة نسعى إلى تنزيل وتطبيق هذه الفريضة في هذه الدورة العلمية المباركة. ولا يسعني أن أقول إلا أن هذه الدورة بفضل الله عز وجل تغيت البحث عن رسائل النور في ظلال القرآن بغية التحرير والتنوير. وما حسب هؤلاء الطلبة إلا الإفادات والإنشادات أو المقدمات والممهدات، وحسبكم فضيلة الأساتذة والشيوخ العلماء البيان والتحصيل. وما منزلة الطلبة الباحثين منكم إلا منزلة بداية المجتهد في أحسن الأحوال من نهاية المجتهدين، ولا أقول المقتصدين. هذا بفضل الله عز وجل. والحمد لله أننا كنا نتلمس والبحث عن هذه مفاتيح الغيب في كلام الله عز وجل من أجل التأسيس والنهوض والترشيد بمقاصد القرآن الكريم. وأنا سعيدة وتغمرني سعادة خاصة لأن هذه الدورة أقيمت في المغرب في بلد المقاصد، وجلبت كبار علماء المقاصد والتفسير وأصول التفسير ممن تشد إليهم الرحال. فنحن لم نشد الرحال، وإنما أتينا إليكم بكل بساطة وسهولة، وانقلبت الموازين، ونعوذ بالله أن نكون من المقصرين في حقكم. فاعذرونا إن قصرنا، واعذرونا إن كان منا أي انتقاد في غير محله. وهناك بعض الأمور أو التماسات التي جمعتها من بعض الطلبة الأفاضل، وهي العمل على تطوير أو الاستمرار في هذه الدورات حتى لا تكون 10 كاملة، وإنما تستمر بفضل يعني بإذن الله عز وجل، خصوصا في الجانب التفعيلي وإشراك الطلبة الباحثين المهتمين والذين نراهم الحمد لله كل سنة ويثرون هذه المحاضرة بمداخلاتهم ومناقشاتهم. ونرجو الله عز وجل أن نكون ممن يتلقف حقا رسائل النور، وشكر الله لكم. جزا الله خيرا أستاذة جميلة، وباسمها نجدد شكرنا لكل الطلبة الباحثين. نحن كما قلت اعتمدنا في البداية أساسا ترشيح مشرفين على تكوينات دكتوراه في كلية الآداب الشعبية الدراسات الإسلامية الرباط ودار الحديث الحسنية، ثم اتصل بعض من وصلهم خبر هذه الدورة ورغب في الحضور، ويعني اجتهدنا في تلبية كل من طلب. وحين افتتاح هذه الدورة هناك من جاء وقال أنا باحث في هذا المجال أريد أن أحضر، فسحنا المجال لمن استطعنا. فسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الذي جرى نفع الله به، وعسى أن يكونوا رسلا إن شاء الله تعالى ينشرون هذا الخير بين أقرانهم وزملائهم لسهم في ترشيد البحث العلمي، وليتجه البحث العلمي للفراغات
التي فعلا تحتاج إلى بحث عوض الاتجاه إلى أشياء قتلت بحثا واستنفذت يعني أغراضها. الآن مع توصيات هذه الدورة يتلوها علينا مقرر هذه الدورة أو منسق مقرري الدورة أستاذ حسن السرات فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحاضرين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيلة 3 أيام وفي 6 جلسات علمية وجلسة علمية ختامية دسمة عرض فيها 11 عرضا علميا تلاه 20 تعقيبا، واستغرقت المناقشات حول كل هذه العروض والتعقيبات أكثر من 8 ساعات، سمعتم كلها أو جلها ولكن لم تسمعوا كل أو جل التوصيات، وها هي دي أقدمها إليكم. هناك توصيات في الشكل وتوصيات في المضمون لم أصنفها لكن أذكرها كلها. أولا، توجيه الباحثين إلى الاهتمام بمقاصد القرآن التفصيلية. ثانيا، الدعوة إلى اعتماد تكوين الدكتوراه في مجال مقاصد القرآن الكريم وتكوينات الماستر. ثالثا، الدعوة إلى إدراج مقاصد القرآن ضمن الوحدات الدراسية في مستوى الإجازة أو جعل مقاصد القرآن محورا من محاور مقاصد الشريعة. رابعا، التفكير في مشروع علمي واعد يتعلق بتجريد المفهوم القرآني وتتبعه واستقرائه من جميع القرآن المجيد بفريق بحث تتكامل بينهم الأدوات والوسائل المنهجية والمعرفية لاستجلاء وتعيين المفاهيم القرآنية. خامسا، النظر في المجالات التي لم تفصل فيها مقاصد الشريعة وخصوصا المجال العقائدي والأخلاقي وبعض المؤسسات الحديثة التي لم يفصل فيها في مجال الأحكام، ثم جمع الآيات المتعلقة بالمجال والانتقال من المقاصد الجزئية إلى المقاصد الخاصة ثم المقاصد العامة والكلية. سادسا، يرجو بعض المشاركين أن يتوصل الجميع بملخصات البحوث لتهيئة المناقشة العلمية الأكاديمية. سابعا، بخصوص التعقيب، يرجى أن يكون أحد المعقبين متخصصا في مجال البحث إثراء للموضوع مع تحديد منهج التعقيب. ثامنا، تخصيص دورة أخرى للموضوع نفسه مقاصد القرآن الكريم تكون عروضها في المجالات والتطبيقات. تاسعا، رصد وتقويم جميع الدراسات السابقة في مقاصد القرآن بأنواعها. عاشرا، العناية بجمع معجم خاص بمقاصد القرآن بذكر المقصد ودليله مهما تعدد. 11، ضرورة الجمع بين تجارب الباحثين في أصول التفسير والباحثين في أصول الفقه بخصوص مقاصد القرآن وعلماء فقهاء بواقع العصر وطبائع العمران. 12، طبع أعمال الدورة العلمية وتحصيل حاصل. الدعوة إلى استخراج منظومة القيم الكونية في القرآن الكريم. أن يسجل الأساتذة الأجلاء حضورهم في كل جلسة بالتوجيه والترشيد ورفع الخلاف خاصة المتخصصين فيه. أخيرا، إنشاء مجلة متخصصة في مقاصد القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزا الله خيرا. أنا أسمح لنفسي أن أقول بأنه مع ذلك هذه التوصيات التي استطعنا جمعها، وإذا ظهر شيء يعني لبعضكم في يوم أو يومين القادمين يرسله لنا نضمنه، أي نضمه لهذه التوصيات إن شاء الله تعالى، وهي عسى الله أن ينفع بها الذين حضروا أو الذين لم يحضروا.